مرحبا بكم اصدقاء المشاهدين متابعين لاعب 12 في الشرقية، موعد جديد وياكم وبالتاكيد حديث رياضي يبتدي بعد هالبريك، اتمنى تتابعونا. الانيق هذا النادي الكبير الطلبة اللي هذا الموسم بدأ بداية مميزة بتصحيح لهواية من الأخطاء اللي وقعت بها الإدارة بالمواسم السابقة وخلت الفريق يعاني. هذا الموسم الفريق يظهر بشكل مختلف، يحقق نتائج طيبة، خلته بالمركز الثالث بمجموعته وخلته يقترب من التأهل مع الكبار للمرحلة النهائية من دوري فوكس العراقي الممتاز، واستقطبت لاعبين على مستويات كبيرة، وأصبح الفريق يعني يحمل أمال وأحلام جماهيره بشكل حقيقي هذه المرة حتى يعود بالطلبة إلى أيامه الجميلة، إلى أيامه الأنيقة، ويرجع مع الكبار ينافس بعد مواسم طويلة تخلف فيها عن المنافسة مع كبار الأندية العراقية. محورنا نادي الطلبة، زيد السراج زار تمارينهم، اطلع على تحضيراتهم للمرحلة الجاية من دوري فوكس العراقي الممتاز، وبالتأكيد تغطيتنا اليوم تشمل كل يعني جوانب الفريق وعمله بالمرحلة المقبلة. زيد السراج من ملعب تدريبات الطلبة نتابع. الظهور بصورة مغايرة هو ما يبحث عنه أنيق الكرة العراقية، والذي بدأ جيدا في المرحلة الأولى حتى الآن، فبعد أن خاض 8 مواجهات لم يخسر إلا في مبارتين حصيدا 14 نقطة ومسجلا 12 هدفا فيما دخلت مرماه 8 كرات. ويسعى الملاك الفني والذي أضيف إليه اللاعب الدولي السابق حسان تركي للبقاء على سكك الانتصارات، معززا صفوفه بالعديد من اللاعبين كمثنى خالد وسامر سعيد، ولا زال التفاوض مستمرا مع الحارس محمد حميد وبعض اللاعبين الأفارقة، مع نفي الإدارة نيتها التعاقد مع اللاعب كرار جاسم. أما ماديا فيبدو أن الأمور لا زالت جيدة، وسيستلم جميع رواتبهم المخصصة من العقود على أن يتم تسليم دفعة أخرى في الشهر الثاني من العام القادم، فيما لم تخفي الهيئة الإدارية طموحاتها في عبور هذه المرحلة من خلال التواجد ما بين الأربعة الكبار. مع استقرار الوضع الفني لفريق الطلبة والذي يحتل المركز الثالث ضمن مجموعته، تبقى الأمنيات بالثبات على هذا المستوى مع تدعيم الصفوف بمجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن الطلبة هذا الموسم مثل ما قلنا يمر بظروف جيدة نوعا ما من الناحية المادية بعد مشاكل كبيرة المواسم الماضية. الفريق الآن يعني يواجه نوع من الاستقرار على هذا المنوال، مثل ما شفنا بالتقرير صرف أموالهم بشكل جيد بدفعات يعني شبه منتظمة، ونتمنى أنه يستمر الحال على ما هو عليه، لأن الطلبة مثل ما نعرف واحد من يعني قلاع كرة القدم العراقية، واحد من الفرق المميزة الرافدة لمنتخباتنا الوطنية بلاعبين كبار، فبالتالي فريق الطلبة يجب أن يستمر، وإحنا ما نرضى أن الطلبة يكونون بهالمستوى، لا أريد الطلبة بعد أكثر وأكثر، لأن مثل ما قلنا الطلبة كبير. إذن الجهاز الفني، الكابتن أيوب أوديشو، الكابتن كريم سلمان، الكابتن هشام علي، وطبعا نضاف لهم الكابتن القدير حسان تركي الى الجهاز الفني، يعملون بشكل يومي ومكثف حتى يرجعون الطلبه لوضعهم وحتى ينجحون بعملهم، خاصه انه غالبيتهم من ابناء الطلبه. مجموعه من اللقاءات مع الجهاز الفني ليتحدثون عن وضع الطلبه بالمرحله السابقه وبالمرحله الجايه، نتابع. أكيد يعني أغلب الفرق حاولت تدعم صفوفها بلاعبين جدد إذا على مستوى المحترفين أو على مستوى المحليين، لكن أعتقد أنه كل ما جرى من تغييرات يعني ماكو شيء جديد يذكر. إحنا بالنسبة لنا كنادي الطلبة يعني حاولنا أو نحاول أنه نستقطب لاعبين محترفين من خارج العراق، من أفريقيا بالتحديد،
بس تعرف موضوع الأمور الفيزا والتأشيرات الدخول هي اللي ما أخرتنا. على مستوى المحلي تعاقدنا مع سامر وتعاقدنا مع مثنى خالد، وحاليا في طور التعاقد مع حارس المرمى محمد حميد. أعتقد أنه كل الفرق اتجهت هالاتجاه أنه تشوف المراكز اللي بيها نقصة، وهذا ما جرى في نادي الطلبة. المراكز اللي يعني رغم أنه بعض المراكز عدنا بها، يعني مثلا على مستوى حراسة المرمى عدنا سيف وبقية الحراس جاهزين، لكن هذا لا يعني أنه ما نستقطب لاعب دولي والخبرته من دوري طويل، وممكن نحتاج أكثر من حارس وحتى على مستوى بقية المراكز. لكن إحنا وضعنا أعتقد كان في تطور ملحوظ بالمرحلة الأولى من بداية الدوري إلى نهاية المرحلة، كان مستوانا في تصاعد. نتأمل خير باللاعبين الشباب الموجودين، أنه بوجود الخبرة الأربع أو خمس لاعبين الخبرة الموجودين ومن ضمنهم يونس محمود، راح يكون إن بصمات مهمة في المرحلة الثانية ووضع أفضل من المرحلة الأولى إن شاء الله. نعم، بالنسبة للوضع المالي، هل الوضع المالي انعكس على بطولة الكأس وبالتالي انسحبتوا مثلكم مثل بقية الفرق؟ لا لا، بالتحديد ليس الوضع المالي فقط. الوضع المالي نعم، احنا هذه السنة اقتصدنا على مستوى العقود، اقتصدنا معسكر خارجي ما أجرينا. نوعية اللاعبين اللي استقطبناهم ليسوا باللاعبين اللي يطلبون، انا ما اقول النجوم اللي يطلبون، احنا عندنا نجوم بس مو من اللاعبين اللي يطلبون بمبالغ كبيرة. لذلك فريقنا بأقل الإدارة هذه السنة كانت سياستها واضحة وافضل من السنوات السابقة، مشت بصورة صحيحة. لحد الان الامور المالية جيدة ماشية معنا، ملتزمة الإدارة بتسديد العقود الدفعة الاولى بأكثر من المقرر، وبالرواتب اليوم بالتحديد راح يسلمون تقريبا جزء من الرواتب، وشهر الواحد راح نسلم دفعة كبيرة إن شاء الله إذا تيسرت الأمور. ويعني أعتقد وضعنا أفضل من وضع بعض الفرق من ناحية الالتزام، وبالنسبة للأمور المادية ماشية بشكل صحيح وبشكل مقنن. مثل ما تعرف استقطبنا لاعبين للفريق، ومنتظرين أكو لاعبين راح يوصلون محترفين للاختبار، يعني نشوف إذا سنحت الفرصة نشوفهم يتوافقون ويا الفريق إن شاء الله، يعني نخلص معهم. والفريق ماشي تدريب ملاعب الجادرية ومباريات ودية جاي نجي، والفريق مكتمل الصفوف، يعني ما عندنا أي نقص إن شاء الله. اللاعبين اللي جدت راح يكونون تحت الاختبار حتى التعاقد؟ إن شاء الله. لا، هو أكو لاعبين محترفين راح يوصلون أكيد تحت اختبار الكابتن أيوب ديش والمساعدين، وإن شاء الله إن شاء الله يكونون عند حسن ظن المدرب والكادر التدريب، وإن شاء الله نكمل معهم إن شاء الله. الحمد لله حراسنا من حراس الشباب الواعدين ولهم مستقبل زاهر إن شاء الله، وعملنا وحدات تدريبية من بداية الإعداد للفريق، ووحداتنا كانت تتضمن على انتقال الحارس بالهدف وكيفية التعامل مع المباراة وحسم الكرات العالية، وحراسنا جيدين بالفترة. والدليل المرحلة الأولى كان سيف جميل حارس جيد، رغم أن الموسم السابق هو كان حارس بديل في نادي، والآن من حراس الواعدين له مستقبل إن شاء الله مع الطلبة، وأتمنى الموفقية للحراس إن شاء الله خلال هذه الفترة القادمة. وكان هناك مشروع على جلب حارس محمد حميد، هو حارس كبير وله ثروة وطنية بعد ما هو قدم نفسه للنادي الطلبة. هناك تفاوضات بين إدارة النادي والنادي زاخو، إذا الأمور صارت جيدة يكون أكيد دافع معنوي للحراس الموجودين للفريق الطلبة، وإذا ما صار حالة في الحظ موجودين حراسنا مش يكون المرحلة الثانية مستوى عالي إن شاء الله. مثل ما قدموا المباراة المرحلة الأولى كان التمييز، نتمنى يستمر التمييز في المرحلة الثانية. حتى نتعرف على الصورة أكثر، دائما يسعدنا تواجد السيد محمد الهاشمي نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة بالشرقية وباللاعب 12، وسعداء جدا به، ودائما يعني يلبي دعوتنا بكل رحابة صدر. سيد محمد يعني مرحبا بك باللاعب 12 بالشرقية، سعيدين جدا بك دائما بالتأكيد. يعني استمعنا إلى كلام الكابتن كريم سلمان مدرب الفريق، يقول الطلبة هذا الموسم يعني المشكلة الأكبر المشكلة المادية دا تصير بطريقة جيدة، المواعيد منتظمة، اللاعبين دا يستلمون رواتبهم والأمور طيبة، يعني هذا شيء جيد. لكن السؤال الأهم، هل فعلا الطلبة هذا الموسم مستمر بهذا الانتظام على مستوى أو هذا الاستقرار على المستوى المادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ فيران حبيبي شلونك؟ أرحب بيك ورحب برنامج اللاعب 12 ومشاهدي قناة الشرقية، مشاهدي اللاعب 12. حقيقة ما ذكروا الإخوان خلال التقرير، هو هذا احنا نتمنى ان يستمر
نعم. يعني ذكر الكابتن كريم سلمان وكنا البارحة قد وزعنا رواتب وسلمنا جزء من العقود، ويا رب إن شاء الله هاي الأمور تستمر من خلال وزارتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة بالسيد حسين الشيرستاني والسيد قاسم محمد دوس مسؤول الفريق. أعتقد الأمور تمشي، تدري الآن أكو تقديم بالرواتب. بالرواتب وبالعقود، يعني الدولة كلها تمر وانت جنابك تدري بهاي المسائل، ولكن احنا التزمنا وفق الممكن التزمنا وانطينا وما شاء الله مشينا، جبنا كادر على مستوى عالي. تعرف الكابتن ايوب اديشو كابتن كبير وملتزم الرجل، واحنا ملتزمين معه، ويا رب ان شاء الله بوجودك بوجود الاخرين يظل نادي الطلبه ملتزم لاخر الدوري. اكيد. زين سيد محمد، يعني انتم الان الوضع المالي افضل، هذا الوضع اجى لان الوزاره اعطتكم دفعه لو اتفقتوا وياها على مواعيد محدده، يعني هسه الان انتم عندكم فلوس لان الوزاره اعطتكم و انطيتوا، لو خلص اكو صار مواعيد محدده الوزاره راح تلتزم بها وتنطيكم بمواعيدها، وبالتالي تنطون يعني توفون التزاماتكم. عين استاذي فيان، اعتقد الوزاره سلمتنا في بدايه الامور دفعات اللاعبين. نعم. يعني اعطينا اللاعبين واعطينا للمدربين، اعطيناهم كلهم، ولكن البارح كان اكو رواتب جزء من ضمن العقد المبرم بين اللاعب وبين الإدارة، أيضا وزعنا رواتب للاعبين والمدربين وكل، يعني حتى الإداريين بارح احنا انطيناهم رواتب، لأن تدري هاي عالم ملتزمة، عالم أصحاب عوائل. بس احنا قلنا لهم حتى يكون حتى نكون دقيقين مع اللاعب، وأني قدامك من هذا البرنامج انه للشهر الثاني يلا ننطي بعد فلوس، تدري انت نهاية السنة حسابات ختامية راح تصير بالوزارات، وهاي تعرف هاي المسائل اللي الروتين بالدولة والبيروقراطية بالدولة. فاجتمع بيهم الكابتن على كارم قال لهم أنا هسه راح أعطيكم راتب بعد الشهر الثاني، ما حد يقول لي على دينار واحد الحين انتهاء الحسابات الختامية لوزارة التعليم العالي نهاية السنة العالم تريد الصفي وتريد. فقال لهم الرجل وزعنا الرواتب قدرنا، يا رب استاذ فيان نبقى مستمرين، الأندية كلها تعاني استاذ فيان، هذا الشيء بسيط يعني دي صنايا، هذا الشيء بسيط، احنا كل سنه نعاني استاذ فيان، وانت جنابك تدري. نعم. ومن محبين هذه الطلبه ودائما تسال علينا هذه الطلبه، احنا دائما بالمرحله الاخيره نعاني. نعم. يعني تشوف بس ان شاء الله الله سبحانه وتعالى مشينا على مسيره، يعني اللاعبين تقبلوا هاي الفكره، اللاعبين تقبلوا هاي الفكره، انتم الان كنتم واضحين وصريحين، هذا شيء يحسب للكابتن علاء كاظم ولكم انتم كاداره، كنتم واضحين وصريحين. نعم. مع اللاعبين، اللاعبين تقبلوا فكره انه ما يطالبون بعقود، ما يطالبون فلوس الا شهر اثنين الموسم السنه الجايه. بالتاكيد استاذ فيان، احنا تكلمنا بكل صراحه بكل صدق، اكو انديه استاذ فيان لحد الان ما مسلمه. اكيد جنابك تدري، انا ما ارجع احكي اتذكر فرق الانديه، ويا رب ان شاء الله تنفتح الازمه عليهم وكل انديتنا، ولكن هو الوضع العام. الوضع العام مربك يا استاذ فيان. صحيح صحيح. يعني من الناحيه الماليه الدوله كلها تعاني. نعم. يعني انا ما دا اقول لك، وانا خلف الله على الوزاره انه انطتنا وانطينا اللاعبين، انا دا احكي عن من خلال المنظور العام. نعم. اقول يعني اللاعب لازم يساعد ويا الاداره، والاداره لازم تساعد ويا اللاعب وتساعد ويا الوزاره، حتى نقدر نغطي ولو 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 3 ارباع النفقات. صحيح. 3 ارباع النفقات، يعني ما اقول كل النفقات استاذ فيان، واقول 3 ارباع النفقات حتى تصير عندنا مصداقيه مع اللاعب مع الوزارة، نقدر من خلاله نقدر نفكر، نقدر نخطط، نقدر. طيب. احنا دائما استاذ فيان. نعم. تجي المرحلة الثانية ونوقع بمطب. صحيح. طيب كابتن. ان شاء الله ابو عيني. ان شاء الله. يعني سيد محمد الان كلام يوم امس عن التوقيع مع كرار جاسم، كرار جاسم وقع للطلبة، موجود مع الطلبة، صحة هذا الخبر. استاذ فيان احنا لو كرار موقع كان البارحة انا من كان استاذ. نعم. زيد السعرات موجود. نعم. مراسل الشرقية. اعتقد كان بلغته كرار. نعم. جاسم الابواب مفتوحه له. كرار لاعب كبير، كرار الان هو بالدوري الايراني الرجل ملتزم. نعم. عنده نادي وملتزم به، هذا اللي قيل وقال وما ادري شنو. هذا يتداول في مواقع. نعم. الاجتماعيه. نعم. فيسبوك وتويتر. نعم. هذا كله ما له لا صحه ولا انا ما شايف الكرار نهائيا من طلع من نادي الطلبه العام. نعم. العام ايه ما شفته بعد الكرار، يعني صار لي سنه وشوي انا ما شايف الكرار، وين الكرار جاسم موقع بالش اسمه، بالعكس ابواب النادي مفتوحه الكرار جاسم، ولكن هو الرجل ملتزم وعنده نادي، وابواب النادي مفتوحه لكل اللاعبين،
قدر الامكان. نعم. قدر الامكان وقدر توفر الغطاء المالي. يعني يعني انتم كاداره الان انت كنائب رئيس نادي تنفي توقيع الطلبه مع كرار؟ طبعا. نعم. كان ابلغك استاذ فيان ماكو داعي الف ودور. صحيح. ما كان ابلغك انت اول ما اول واحد ابلغك يعني. نعم. هذا القيل والقال كله كذب يعني ما ماكو شيء رسمي ولا ولا شايف الكرار ولا قاعد ويا الكرار. طيب سيد محمد الى الان الطلبه مركز ثالث 14 نقطه 4 فوز تعادلين خسارتين، انتم كاداره يعني بدكم تمشون سقف طموحات اللقب، لو بدكم تمشون خطوه بخطوه والمره تاهلون وبعدين تفكرون بالمرحله الجايه كاداره شلون تقيمون مسيره الفريق الى الان؟ احسنت استاذ فيان، اعتقد انا بلقائي الاخير وياك قبل حوالي شهرين قلت لك استاذ فيان احنا الان نفكر بالربع مربع. نعم. سواء يكون رابع سواء يكون اول سواء يكون ثاني سواء يكون ثالث. نعم. احنا نفكر الان بالمربع، الان من نصعد للمربع ذاك الوقت نقعد نقيم الوضع مع المدرب. نعم. ايوب اديشو ذاك الوقت يصير عندنا سقف طموحات، هسه الان دا نفكر بالمربع. نعم. سبق ان قلت لك المرامج السابق. نعم. يعني دا اشوف الفريق دا يمشي بخطه ثابته بوجود الكابتن الكبير يونس محمود. نعم. رجل انطى 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 دعم لنادي الطلبه، قدر ان يثبت نادي الطلبه. الرجل اجى ما بخل بكل شيء على نادي الطلبه محافظات. نعم. الرجل راح بغداد دا يلعب يعني انطفت هيبه، رجع جماهير الطلبه الكابتن يونس محمود. فعلا الان احنا وقعنا مع اللاعب سامر سعيد مشبيل. مع اللاعب مثلنا خالد يعني ايضا راح يصيرون اضافه جيده الى نادي الطلبه اضافه للاعبين الموجودين، كل اللاعبين موجودين كلهم. مثلنا خالد توقيع على الطلبه، مثلنا خالد توقيع على الطلبه كان قبل اكو حديث عن انه الشرطه طلع من الشرطه وهو غير جاهز واصابه عنده اصابه قويه، بالتالي مثلنا الان تعافى من الاصابه لاعب جاهز بدنيا بشكل 100% حتى يلعب. انا دا اشوف الرجل لعب لعبتين شفته بلعبات تجريبيه لعب ويا النادي لعبتين يعني ما شفت الرجل عنده اصابه، وهو مثلنا اذا رجع الوضع الطبيعي فمثلنا واحسن ارتكاز بالعراق. تدري الكابتن ايوب اديشو هو من طلبه، مو انا طلبته ولا انت استاذ فيان. نعم. هو المدرب اللي يكون الامور الفنيه يعني جاهز ما عنده مشكله على المستوى البدني. كل اثار الاصابه راحت. لا دا شوف لعب لعبتين، لعبنا مع الصناعه ولعب مع فريق اخر متعادلنا واحد كل. اعتقد يعني الرجل موجود وجاهز، مجرد انه شويه عنده انخفاض اللياقه البدنيه او المستوى البدني. التوقيع مع التوقيع مع سامر سعيد يعني تشوف الفريق فعلا محتاج لقدرات سامر سعيد، الناس يعني حطوا علامات استفهام على موضوعة علاقة يونس بسامر سعيد، وبالتالي قالوا هو الجابة لنادي الطلبة، فعلا الطلبة بحاجة لخدمات سامر سعيد؟ لا شلون هو اللي جابه، تدري انت جنابك رياضي وتفهم. نعم. سامر سعيد لاعب منتخب، سامر سعيد لاعب كبير، سامر سعيد هسه حتى لا عنده علاقة ويونس هسه كل واحد عنده انا وياك اصدقاء. اكيد المانع اذا نكون انا وياك اصدقاء ماكو مانع انه نكون، بس ما يجي يونس يفرض الرجل شنو يونس الرجل يفرض، بالعكس سامر عنده مستوى قدم مستوى الرجل، هو ابن الطلبة يعني ما ارجع اقول لك يعني ايضا بقناعات الكابتن ايوب اوديشو بقناعات الكابتن ايوب بقناعات الاداره كلها سامر لاعب كبير، سامر انا اشوف راح يضيف اضافه لنادي الطلبه. نعم. وراح ان شاء الله الايام الجاي وولد مواظب على التمارين يحب التمارين. بالعكس هو سامر راح يجيب لنا يونس. تدري انت التزام يونس قاعد يم سامر يعني مأجر الرجل. نعم. مكان ما من بغداد بالحارثيه، بالعكس راح يجي الرجل يونس هو راح يجي، الان سامر عندنا تدريب صباح ومساء اذا شوف انا الرجل ملتزم ما في اكو شايبه عليه. طيب سامر لاعب ان شاء الله الايام الجايه تثبت صحه كلام ان شاء الله. اخيرا انت تشوف الان وطأة الضغط عليكم من قبل الجماهير الطلابيه اقل، تشوف الجمهور الان متقبل لفكرة أن الفريق بدأ يلمس الخطوات الأولى للتأهل وبعدين الدوري إذا ما يعني توفق الفريق؟ والله أستاذ فيان هي من الناحية هاي احنا ارتاحين، أنا قلت لك بعد قدوم اللاعب يونس محمود. نعم. خفت الوطأة، خف الغضب على الإدارة، خفت واي أمور الآن. نعم. الآن الجماهير هي من حقها أن تنادي، من حقها أن تطالب، من حقها أن تناشد،
انه تريد دوري، تريد أكيد. بطوله، تريد تفرح. الان الامور كلها اختلفت. بعد قلت لك رجوع الكابتن يونس محمود، يونس محمود مكسب للعراق كله، يعني ما حد كان مصدق انه يونس محمود راح يلعب بالعراق. صحيح. وقسم قالوا راح يلعب بس باربيل، وقسم قالوا راح يلعب بس ببغداد. الرجل كل المحافظات، يمكن شفت اللعبه احنا والسموه فعلا. العالم قاعد على التراك كله تريد تشوفه. صحيح. اعتقد اعتقد انه جماهيرنا جماهير واعيه ومثقفه. أنا يعني كل جماهير الأندية لا للتعصب، يعني عندنا نشوف ساي برنامج صدى الملاعب لا للتعصب. يا ريت استاذ فيان تتبنى هاي الفكرة إنه ماكو تعصب، ماكو والله والله متبنيها ومن يعني زمان نحكي بها سيد محمد ونطالب بها ونطالب بالهدوء. بس لو تطلع لك لافتة وراك وانت قاعد، يعني لافتة فد جسمه لا للتعصب، يعني التشجيع الجيد، ما كل لاعب هم دم ولحم، ما تقدر تسب وتغلط عليه وتغلط والله على شيء معيب، يعني شيء معيب. هذا حقيقة، يعني اللي دي يسوي هالتصرفات واللي دي يعمل هذه الأشياء لازم ننبذ نحرمه حتى من انه يدرب فريق او يتواجد بالوسط الرياضي. يعني هي أضم صوتي إلى صوتك. إحنا بالتأكيد سيد محمد يعني نشارك الكل بالقيم العالية، المثل العالي للرياضة العراقية. هذول الأشخاص يعني والله حتى ملعب ما أدخله، أخلي اسمه ممنوع من كل اتحاد، من كل مرفق رياضي، أمنع عن إن هاي إساءة كبيرة لنا والله. هاي شفت الكابتن نور صبري يعني من طلع قال امهاتنا واخواتنا، يعني الرجل طلع باحدى القنوات حقيقه. واستاذ فيان اكو نقطه مهمه، العفو بس اذا تقدر، يعني فضل. يعني الان دخلت لنا موده جديده هي العشائر بالانديه. يعني اللاعب يجيب عشيرته اللي اترجاها منك ان تتبنى هذا. يا اخي انا مقطعوا يا عشيره، لو مقطعوا يا لاعب مقطعوا يا عشيرة، خلنا نفتي بذا مقطعوا يا عشيرة، حتى أنا ما حضر عشيرتي عشيرة سادة ومعروف على كل العراق. والنعم منكم خير وبركة، والنعم منكم خير وبركة. لا ما يصير هيك، يعني أنا مقطعوا يا لاعب، العشائر له دور آخر، عشائر لأنه تجمع العالم بالخير، مو العشائر تجي للأندية. والله ابني أكو استحقاقات، أكو اتحاد كرة القدم، أكو وزارة الشباب تقدر تروح تقدم بيه شتمه وتاخذ حقوقك. ولكن الآن هاي صايرة مال اليوم عندي قوامة وياك، واليوم عشيرة فلان راح تروح على هاي مو رياضة، هاي سالفيان قعدوهم بعد وقت يا عشيرة فلان. سيد محمد قعدوهم بالسنتر وخلي تقاومون سوا. والله الظاهر هي هيك، اوديهم بالسعدون بساحة هاي بساحة والله هناك نقعد انا قعدوهم قعدوهم على خط المنتصف وخلي يتقاومون على كل ايش تسوي استاذ فيان. يعني والله اي والله الله يعين الجميع. بالتاكيد يعني طلبك هذا على العين وعلى الراس، وراح يكون لنا وقفه مع كل هذه الامور ان شاء الله بالقادم من الحلقات. السيد محمد الهاشمي نائب رئيس الهيئه الاداريه لنادي الطلبه، كل الشكر الجزيل على تواجدك ويانا اليوم باللاعب 12 بالشرقيه. نفنا في قاطع التوقيع مع كرار جاسم، واكد انه تواجد مثنى خالد على اعلى مستوى، الفريق اللاعب لا يعاني من اصابه وهو جاهز، واجا بقناعه ايوب اوديشو مع سامر سعيد اللي ايضا اجا بقناعه الكابتن ايوب اوديشو. هذا ما قاله سيد محمد هاشمي قبل شويه بالاتصال الهاتفي. مهدي كريم نجم الكره العراقيه ونجم الطلبه يتحدث لنا عن واقع الفريق هذه الايام، نتابع. الوضع مغاير طبعا عن المواسم السابقه نادي الطلبه، انه الفريق بهذا الموسم يعني ظهر نوعا ما افضل من المواسم السابقه كتقييم المرحلة الأولى اللي انتهت، إنه المركز الثالث نعم ما يليق بسمعة نادي الطلبة، ولكن إنه نحاول إنه نعيد ثقة الفريق بالجمهور أيضا. إنه تعرف المواسم السابقة كانت مواسم صعبة على فريق الطلبة وجمهور نادي الطلبة. كتقييم نعم إنه نطمح للأفضل، تعرف أنت تأهلون أربع فرق للدور النخبة، نحاول نكون من ضمن الأربعة اللي يتأهلون إلى دور النخبة، ويكون المرحلة الحاسمة أكيد راح يكون هناك تفكير أفضل، تفكير أحسن، إنه المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. نتمنى نكون موفقين، الاختيارات أيضا راح تكون موفقة، حتى في الاستقطابات راح تكون المرحلة الثانية إن شاء الله تخدم الفريق. إحنا كلاعبين علينا إنه نسعى ونقدم المجهود المطلوب من عنده في داخل المباريات، ونتمنى التوفيق من رب العالمين إن شاء الله. أبرز المعوقات اللي تواجهكم اليوم؟ هي شوف، إنه سابقا كانت إنه المعوقات في نادي الطلبة المعوقات المالية،
نشوف احنا هذا الموسم يمكن افضل من المواسم السابقه. اللاعبين استلموا استحقاقاتهم، هناك محاولات لدفع المستحقات الرواتب للاعبين، هذا هو المستحقات اللي دائما انه تعيق الفرق، هي الماده هي دائما اللي تعيق الفرق. هذه الحمد لله شكر هذه الخطوه يعني نوعا ما افضل من المواسم السابقه. اما انه النقاط الاخرى هي تعرف انت المنشآت او الملاعب الغير صالحه، هي هذه تعيق ليس فقط نادي الطلبه وانما تعيق جميع الفرق المشاركه في الدوري العراقي. نتمنى ان نكون انه ملعب الجاهز ملعب الشعب المرحله الثانيه يكون جاهز حتى يستقطب المباريات الجماهيريه. تعرف الان اغلب الفرق الجماهيريه عندما تكون هناك ديربي بين الفرق الجماهيريه يكون في ملعب غير صالح لاستقطاب الجماهير، مما يؤدي الى حدوث مشاكل بين الجمهورين او بين اللاعبين. فنتمنى ان نكون المرحله الثانيه عوده ملعب الشعب لاستحضان او استقطاب المباريات الجماهيريه ان شاء الله. طبعا طموحاتنا اكيد ما توقف يعني بنص المرحله، ان شاء الله نلتقي بأحسن مستوى وإن شاء الله نقدم جمهور النادي الطلبة اللي عانى ما عانى يعني خلال الفترات الماضية. إن شاء الله شان نوعدهم إحنا إن شاء الله درع الدوري. شلون نشوف الفرق المنافسة لكم؟ والله هي كلها قريبة على بعض، بس يعني الفرق الجماهيرية أكيد تختلف. إن شاء الله التوفيق من الله. عبد القادر طارق ايضا واحد من نجوم الصاعدين بكرة القدم العراقية، يعاني من مشكلة جوازة، وايضا يتحدث عن يعني طلبه ووضع. نسمع عبد القادر طارق ونرجع لكم. مثل ما اشوف الطلب جاي يصعد صاعديا ان شاء الله في مباريات الدوري، وان شاء الله حقق نتائج ايجابيه في المرحله الاولى، وان شاء الله عازمين على تحقيق نتائج ايجابيه في المرحله الثانيه، وان شاء الله نلبي الطموح للجماهير الطلابيه، وان شاء الله نعيد الانيق لعهد سابق عهده. ان شاء الله التوفيق لنا، نطالب بالجماهير اللي يساندون الطلبه حتى ان كانت خساره في المباريات او نتائج سلبيه او ايجابيه، ان شاء الله التوفيق من الله. بالنسبه لقضيتك، قضيه جوازك وعدم التحقق في المنتخبات الوطنيه، وين وصلت؟ قضيه الجواز ان شاء الله هالايام تنحل والفرج بعد من الله. يعني التقيت تطمينات من احد؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي 10 ايام هالفتره ان شاء الله يخلص الجواز والتحقق مع المنتخبات الوطنيه. كنت بنادي بغداد ولعبت مباريات الدوري، بس هي سنة الحياة، يوم هنا يوم هنا. والطلبة فريق جماهيري ونيتي لاعب يمثل الطلبة، وإن شاء الله نادي الطلبة السنة ينافس على درع الدوري، وإن شاء الله يعني عودتي من بوابة الطلبة للمنتخبات الوطنية إن شاء الله. أيضا تحية لي يعني لاعبنا صديقي وأخوي الكابتن مثنى خالد بن نالع، انتقال ناجح وعودة طيبة مع الطلبة لبوابة العمل الصحيح والعودة إلى طبعا بوابة المنتخب الوطني. مثنى خالد من اللاعبين الجيدين. جهاد الزيدي زميلنا ويعني الصحفي الرياضي اللي متواجد ويانا الآن عبر التليفون. جهاد، بداية مرحبا بك باللاعب 12 بالشرقية، سعيد جدا بك. وبالتأكيد الطلبة هذا الموسم يعني يمر بأيام جيدة، أيام حلوة طيبة، والفريق ده يحقق نتائج طيبة. يعني قراءتك لوضع الفريق، تغييراته وحالة بعد عودة يونس محمود، بعد الاستقرار التدريبي، وبعد هالنتائج اللي وضعتها بالمركز الثالث. أهلا ومسهلا بك أستاذ جيان، تحياتي لك وضيوفك. حقيقة اليوم يعني فريق الطلبة أفضل المواسم الماضية، بعد يعني استقطاب بعض اللاعبين جيدين، يعني يونس محمود عودة الفريق الأم، وعبد القادر طارق، وأيضا مثنى خالد، سامر سعيد، يعني لاعبين حقيقة جيدين. بس هاي الانتقالة أعتقد صارت يعني بالمرحلة، حتكون المرحلة الثانية. فريق الطلبة يعني صار تقريبا عقد ونص يعني ما نافس على لقب الدوري من يعني من بصوره صحيحه. يعني اولا كان يعني تخبطات صارت كثيره، لاعبين يعني ما عنده مرحله استقرار، ازمه ماديه يعني كانت مستمره بالنسبه له. يعني على الطلبه يعني اولا خلي يحصل نفسه بالبدايه، اول شيء هو ملعب ما عنده، ثلاث انديه جماهيريه موجوده في بغداد ما عنده يعني ملعب، يعني صراحه خلي اولا يسوي له ملعب، يعني ما يكون عنده ملعب خلاص يعني هو راح يرتاح هنا. بهالمسألة جماهيرة راح تعود إليه. أيضا يعني الإدارة عليها يعني أن تستمر بعملها، دائما نشوف أكو مشاكل بالإدارة، أكو مشاكل بالإدارة، على الإدارة أن تستقر.
يعني الجماهير دائما تلوم الاداره والمدربين ما يستقرون عليهم. اولا يستقر على المدرب، وايضا يعني حقيقه فريق الطلبه يعني ما شاهدنا انه يعني يفتقد للتخطيط، يعني دائما هاي اغلب الانديه يعني ما عنده تخطيط. يعني تقصد جهاد، تقصد التخطيط على مستوى الموسم لو على مستوى الثلاث مواسم او خمس مواسم؟ يعني الطلبه يفتقر التخطيط البعيد المدى لو التخطيط لكل مباراه ولكل موسم بتحقيق الاهداف؟ لا، على 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 عده مواسم. يعني هو ما خالب هدفه انه مثلا عندي بعد ثلاث مواسم اربع حقق لقب، وهو فقط يخطط موسم واحد. اي احنا ظروفنا مو طبيعيه سيد جهاد، استاذ جهاد، احنا ظروفنا مو طبيعيه. يعني غالبيه انديتنا ما يعرفوا منا نهايه الموسم هم عندهم فلوس لولا، ما يعرفوا راح يوفون التزاماتهم لولا. هذا سد مو عائق، ما يخليك تفكر انت لي قدام سنه او سنتين، تفكر بالكم شهر حتى توفي التزاماتك للاعبين وللانديه. بالتالي الانديه يعني ادارات صحيح. الانديه محرجه بهذا الموضوع. صحيح، بس هو بنفس الوقت ما قاعد ينافس على لقب الدوري. نعم. يعني هي هاي المشكله، هو فريق جماهيري ومطالب. طيب انا من احصن نفسي واكون مثلا ملعب، نعم، ملعب يعني جيد، وايضا يعني خاص للمباريات وملعب للتدريب، وعندي فد خطه، يعني هي خطه موجوده عندي. نعم. انه انا استقطب لاعبين، بعض اللاعبين الشباب اللي موجودين، نعم، واستقطب محترفين على مستوى عالي. هاي مشكله، احنا لحد الان لاعبين محترفين ما قدموا الاضافه، يعني بعض اللاعبين الموجودين يعني ما يجازون عدد اصابع اليد، وهاي مشكله كبيره. يعني انت اللاعب تجيب المحترف لازم يحقق الاضافه، هذا الشيء ما موجود عندنا بالدوري العراقي الكروي يعني. فعلا. طيب هاي مشكله. طيب طلبه موضوعنا استاذ جهاد، يعني استقطابات من ثلاثه من ابرزها سامر سعيد، مثنى خالد، ومحمد حميد. كلام عن تواجد سامر سعيد بهذه الفترة مع عودة يونس محمود، أيضا مع وجود مثنى خالد اللي كان عنده مشكلة حول عقده لإصابته المزمنة، وأيضا محمد حميد المستوى الفني اللي قدمه بالفترة الماضية يعني لم يكن تحت الأضواء. فبالتالي كيف ترى تعاقدات الطلبة، وإلى أي مدى ما ذهبت إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بخصوص هذه التعاقدات؟ صح، يعني هاي يعني اعتقد خطوه ايجابيه بالنسبه لاداره الطلبه، استقطابات جيده ايضا. يعني بالنسبه لهذا الفريق اعتقد هو هدفه انه ينافس. نعم. وهذا يعني من حق انه فريق الطلبه لاعبين يعني جيدين جدا، بوجود يعني نخبه من اللاعبين ايضا كان استقطاباتهم بالمرحله الاولى. نعم. فريق الطلبه اولا عليه ان يعني ان يكون جاد يعني مع اللاعبين التزامات الماديه، لان نعم. تعرف انه المواسم الماضيه كان يعني اغلب اللاعبين ما يتجهون فريق الطلبه لان نعم. عدم التزاماتهم الماديه بهذا الخصوص. اكيد. فقط يعني اذا كان التزامات الماديه الى نهايه الموسم اعتقد فريق الطلبه راح يتجه بالاتجاه الصحيح، واغلب اللاعبين راح يتجهون اليه، واحنا صراحه نتمنى على كل موفقه فريق الطلبه وكل الانديه العراقيه. تشوف الطلبه هذا الموسم فعلا يقدر يتواصل بهذا النهج؟ احنا قبل شويه كان ويانا السيد محمد الهاشمي قال احنا بدنا نفكر خطوه بخطوه، اول مره نتاهل للمربع وبعدين ورا المربع نبدي نفكر باللقب. يعني دا يعملون على مراحل مع وضعيه الطلبه، مع لاعبيهم، مع استقرارهم التدريبي. تشوف الطلبه هذا الموسم فعلا غير يعني قدرون يكملون للنهايه؟ والله من خلال رؤيتنا ما اقول لك يعني راح يكون، بس ممكن يدخل يعني ضمن المربع. نعم. يعني من خلال هذه الاستقطابات، من خلال يعني هدفهم ايضا هم تحركوا بعض اللاعبين، بس يعني لو يعني مستقطبين عدد من اللاعبين المحترفين الجيدين. نعم. يعني لاعبين منتخبات كان ممكن فريق الطلبه يكون اقوى. نعم. يعني بعض اللاعبين يمكن المحترفين ما كانوا بالصوره. فقط هي نقطة، وأيضا لاعبين حقيقة جيدين ممكن يوصلون المربع، بس ما أتوقع أنه يكونون في المقدمة. يعني وجود أيضا فرق منافسة كبيرة واستطاعت يعني أن تنال الصدارة يعني بقوة من خلال المستويات اللي قدمتها خلال المباراة. طيب، كل الشكر الجزيل لك السيد جهاد الزيدي الصحفي الرياضي على تواجدك ويانا وانضمامك لنا عبر التلفون من بغداد وبالشرقية وباللاعب 12. دائما نتمنى كل الخير لكل الرياضة العراقية، لأنديتنا، لمنتخباتنا، لدورينا، ويعني نتمنى أن الطلبة بعد تجيها الدفعات، بعد تجيها القوة
حتى يرجع الطلبة حلو ومرتب وأنيق وينافس ويأخذ ألقاب مثل ما تعودنا عليه، لأن يعني تألق الطلبة وتألق الزوراء والجوية والنجف وأربيل والشرطة، هذه كلها لما نشوف هذه الأندية مستقرة تعمل بشكل صحيح تجيب لاعبين، هي كلها تأثيرها وين على الكرة العراقية وعلى المنتخبات الوطنية. أصدقائي حلقة اليوم انتهت، بكرة نلتقي بنفس الموعد دائما إن شاء الله اللاعب 12 عبر الشرقية من الأحد إلى الخميس. لبكرة أشوفكم خير إن شاء الله، إلى اللقاء. Ah, 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 ah